إذا جاءك شخص يستفزك، إذا استفزك فأنت ما أنت كبير. إذا قام يطقق فيك واستفزك أنت ما أنت كبير. لكن لما تشعر أنك كبير كبير وجاءك واحد لا شيء، لا تحس بشيء. فجاءه وقال إنك رجل سوء، إيش قال له؟ قال يا هذا إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وانتهت المشكلة قبل أن تبدأ. كانك على حق أني أنا ما فيني خير، الله يسامحني. وإن كانك ما أنت على حق، الله يسامحك، ولا جب العقال ومسكوه طقوه ولا شيء. أنا مسألة بسيطة جدا. وجاء رجل وقال لأحدهم، قال شتمه، فلما شتمه نظر إليه وتركه. فقيل له لما لا ترد عليه؟ قال يا هذا إذا عضك حمار أتعضه؟ أجلكم الله، يقولش عليك منه، أخطأ عليك تخطئ عليه. ثم بعض الناس إذا أنت رجال فيك خير ترى ما تغلبه في السوء، ما تغلبه، لأنه هو متعود وأنت ما تعودت. هو متعود على الكلام الشين وعلى الأسلوب الشين وعلى الفعل الشين وأنت ما تعودت، فإن جيت تسابقه بيسبك. فلا تدخل أصلا في هذه المعركة، هذه معركة ليست لك، أنت أسمى من ذلك وأجمل من ذلك. جاء رجل إلى أبو بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر والله لأسبنك سب يدخل معك في قبرك. إن الناس كلها تتكلم عنه. نظر إليه أبو بكر وقال بل يدخل معك أنت، أنت اللي ساب، أنت اللي بيدخل معك في قبرك، أنت اللي بيلحك، أنا وش علي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم جميل زوجة أبو لهب زوجة عمه، وكانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلاعب صبي لها. وإحنا إذا لعبنا الصبي نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي ما كانت تلاعبه بهذه الطريقة، كانت تلاعبه بأرجوزة أنشودة بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وكانت تقول ما تسميه باسمه، تقول مذمم، هذا مذمم، هذا مو محمد، عكس الحمد الذم. فكانت تقول لصبيها ويتلاعبه مذمم هجونا ودينه قلونا وربه صبونا، وتسب وتلعب ولدها. فمر الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها وهي تقول هذا الكلام، فغضب الصحابة قالوا يا رسول الله انظر ما تقول، شوف ادع عليها ولا خلنا نمسكها ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال انظروا، قال لصاحبه انظر كيف يصرف الله عني سبهم، يذمون مذمم وأنا اسمي محمد. يقول ترى هذا ولا مو بيقصدوني، يقصدون واحد اسمه مذمم، أنا مذمم. قالوا لا أنت محمد. قال ما يعنوني، تعالوا بس ارقوا فوق، تركوهم. لما الإنسان يتعامل بهذه الطريقة أنت بترتاح كثيرا كثيرا كثيرا. وبالتالي قيل مرة لرجل قالوا لما لا ترد على فلان؟ قال لا ترد، أنا لا أرد عليه، وأحذر أن ترد على فلان. قال لما؟ قال أجلكم الله، قال إنك إذا صارعت الخنزير فإن غلبته قالوا غلب خنزير، وإن غلبك غلب الخنزير، وإن لم تغلب بعض اتسختما في الوحل، أصلا توسخت وش استفدت. وبالتالي انسحابك ليس ضعفا، سكوتك ليس ضعفا، سماحك قوة ليس ضعف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ اثنين متهاوشين الأطيب هو اللي يبدأ بالسلام، ما هو جبته على خشمه وغصب عليه وجاي يعتذر. نعم أنا ولد فلان هو اللي يعتذر، أنا أكبر هو اللي يعتذر، أنا أحسن هو اللي يعتذر. لا لا لا، الله اللي يقول أحسن، هذاك اللي جاء أحسن. لذلك جاء محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا ولد علي رضي الله عنه، ولد علي من فاطمة الحنفية، هذه أمه فاطمة الحنفية، هذا محمد اسمه. وولد علي الآخر اسمه الحسن والحسين، هذول أمهم من؟ فاطمة الزهراء، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي متزوج فاطمة وأنجب منها الحسن والحسين، لما توفيت فاطمة تزوج فاطمة الحنفية وأنجب منها محمد. فمحمد والحسن أخوان من الأب، اختصما، صار بينهم مشاكل. أوف ليش صار بينهم مشاكل؟ لأنهم بشر،
من بشر عادي جدا يختصمون، عادي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى البيت فلا تفتح له زوجته، صدق ما تفتح لزوجته، وهو النبي ما تفتح لزوجته، زعلانة. طيب أنت شو تسوي لو زوجتك ما تفتح لك؟ أكسر الباب. والله الصدق شو نسوي؟ وش نسوي؟ بل أشد من ذلك، الواحد منا ما يرضى زوجته تفتح جواله تفتشه، تشك فيني؟ إيه تشك فيك، إيه إذا تحبك بتشك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يستل في الليل من سرير عائشة ويذهب إلى البقيع المقبرة ويدعو لأهل البقيع، ثم يلتفت فيرى سوادا جهم آدمي، فيمشي ويمشي السواد قدامه، فيهرول النبي صلى الله عليه وسلم فيهرول السواد، فيدخل فيجد عائشة نائمة ولكن نفسها ثائر. أي فقال لها أأنت السواد الذي رأيت؟ تلقى تلحقيني؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لها أجاءك شيطانك؟ جاك إبليس؟ أفي رسول الله تشكين؟ واحد يجي الخبر من السماء يوصله للأرض وتشكين فيه؟ قالت نعم يا رسول، أحبك طيب إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ وبالتالي تخيل ما قال لها شيء، بس قال جاك إبليس. وبعدين قالت لعائشة، قال إلا أن لي شيطانا فأعانني الله عز وجل عليه. قالت ألك شيطان يا رسول؟ قال نعم ولكن الله أعانني عليه. فصارت المشكلة تعليم ودعوة وسؤال وجواب، لا كف ولا هوشة ولا زعل ولا مشاكل ولا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوي، باختصار شخصيته قوية، ما تهز أي كلمة ولا تضيق صدر أي كلمة ولا تستفز أي كلمة. فتهاوش الحسن مع محمد بن الحنفية، صار بينهم خصام، من أكبر في السن؟ الحسن. تفرقوا، راح محمد وكتب خطاب، كتاب قال من محمد بن الحنفية إلى الحسن ابن فاطمة، إذا أتاك كتابي، إذا أتى فاحضر لي وسلم علي. أرسل الكتاب، استلم الكتاب الحسن وقرأه. عجيب والله، وش أنا أكبر منه ويقول لي تعال، إذا أتاك كتابي فإذا قرأته فأتي لي فسلم علي. ولكن الحسن تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء في خاطر الشيء، سكر الكتاب وراح، وجاء لأخوه محمد وسلم عليه، قال له وش عندك؟ تبي شيء؟ قال لا. قال لي ما فعلت ذلك؟ ليش قلت لي أجي أسلم؟ قال لاحظ محمد شو يقول الآن ابن الحنفية، قال لأن يقول، قال له، قال لأن جدك يقول، من جده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنى لابن الحنفية أن يكون خير من ابن فاطمة الزهرة. أنا قلت لك تعال سلم علي، شو عشانه؟ عشانك أنت أفضل مني، مو عشاني أفضل منك أنا، تعال أنت اللي تجي أنا أكبر منك أنا، لا 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 لا. يقول لأني أرى أنك خير مني وأفضل مني، أريدك أن تسلم، لأن جدك يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت اللي جيت وسلمت أنت خير مني. عندما تعلو النفوس بهذه الشخصيات القوية،